السلام عليكم يا جماعة، بهالفيديو إن شاء الله بسولف معاكم عن خاصية الاد يورز اللي ما تبين عند بعض الناس أو تبين بس إذا الشخص جاء يضغط عليها ما يجيب لأي شخص نزل في هالمحتوى أو نزل بهالفعالية بهالستيكر. زين ليش؟ أولا هي كانت موجودة عند بعض الناس، حلو؟ ثانيا راحت من عند بعض الناس، ثالثا في ناس للحين ما جاتهم الميزة أصلا، رابعا ما في شيء بيدك تقدر تسويه إذا الميزة مش عندك، لا تقدر لا تخاطب الانستغرام ولا غيره، هي فجأة تجيك. ممكن تجرب تحذف الانستغرام، تشبك يوزرك بحساب ثاني، تشبك حساب شخص عنده الميزة على تليفونك، تشبك يوزرك أو تسجل دخولك بتليفون شخص عنده الميزة. يعني في أكثر من طريقة جربها، لكن سالفة أنك تخاطب الانستغرام والله واد يورز ما جاتني لا لا ما في منها أي فايدة. زين الأشخاص اللي عندهم الميزة وحاليا إذا جاء يضغط عليها مثلا ما يضغط ولا يودي للفعالية، هاي يعني راحت من عندك، هي كانت عندك بس راحت، فللأسف بعد ما تقدر تجيب الميزة عندك. هو نفس الانستغرام اللي حطها وحذفها هو يرجعها من نفسه، أحيانا يكون منزلها عند بعض الناس تجريبية وما وصلت لها الحسابات بشكل رسمي فيرجع ينزلها للأشخاص بشكل رسمي. كثرة الأسئلة حبيت أن أسوي لكم هالفيديو وأعرض لكم الأسباب والأشياء هذه بحيث تكونون فاهمين الصورة بخاصية الاد يورز. وللعلم الانستغرام بكبره أصلا ما يطرش كل المزايا لكل الناس مع بعض، لازم كل شخص في الانستغرام في ميزة ما تكون وصلت له، هاي طبيعي في الانستغرام ترى. يعني ما أعرف شو الفكرة من الحركة بس هم كذا خلاص، يعني هم الانستغرام. فبس والله إذا استفدت من الفيديو أتمنى أنك تنشره بين أهلك وربعك، ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.